ومشاهدينا، حول الزحامات المرورية الخانقة واستمرار تظاهرات رافضي النتائج، ينضم معنا مراسلنا في بغداد بدر الركابي عبر الهاتف. أهلا بك بدر. وبالبداية، يعني اليوم تشهد بغداد ازدحامات مرورية خانقة جراء غلق جسري المعلق والطابقين على إثر التظاهرات حول أو قرب المنطقة الخضراء في بغداد، فضعنا في صورة بالبداية حركة السير حتى هذه اللحظة. نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. يعني العاصمة بغداد تشهد اختناق مروري منذ ساعات الصباح الأولى. كانت لدينا جولة في مختلف مناطق العاصمة بغداد، إن كانت في جانب الكرك وكذلك حتى في جانب الرصافة. شهدنا هناك زحامات مرورية في مختلف مناطق العاصمة بغداد وكذلك في الطرق العامة وكذلك حتى الطرق الفرعية، إن كانت في جانب الرصافة فمختلف الطرق والجسور هي شبه مغلقة من شدة الازدحام نتيجة لكثافة المركبات، إن كانت في طريق محمد القاسم وكذلك في طريق قناة الزيت في اتجاه المنطقة قاضي الشرقي وكذلك الطرق الأخرى التي تؤدي إلى منطقة الكرادة ومن ثم الوصول إلى منطقة الجادرية. هذا الأمر ناجم عن قطع المنطقة الخضراء بجميع أبوابها، وهذا ما ولد زحاما مروريا عاليا في هذه المناطق. كذلك حتى في جانب الكرخ أيضا جسر الطابقين مغلق، بالتالي هذا أدى إلى جانب الكفن يكون فيه زحامات مرورية عالية. يعني قبل ساعة تقريبا من الآن فتح جسر الطابقين لمدة نصف ساعة ومن ثم أغلق بسبب الإجراءات الأمنية وكذلك حماية المتظاهرين الذين يتوافدون إلى مقتربات التحرير عند يعني بوابة جسر المعلق، وبالتالي هذا ما جعل القوات الأمنية تعيد إغلاق جسر الطابقين مرة أخرى. وبحسب المصادر التي أفادت في ببعض المعلومات بأن قد تكون هناك إعادة لفتح جسر الطابقين، ولكن يعني بعد الظهيرة لربما سيفتح الطابقين مرة أخرى أمام حركة المركبات، لكن جسر المعلق سيبقى مغلق والمنطقة الخضراء ستبقى مغلقة مع استمرار التظاهرات، وذلك تحكما لأي طارئ أمني أو مستجدات أمنية قد تحدث. أيضا يعني مديرية المرور العامة كان لي تواصل معهم حيال عملية الخطط الأمنية المتبعة وكذلك حركة المركبات والخطة المرورية. تحدثوا بأن العاصمة بغداد هي مزدحمة بالأساس بعدد المركبات التي تقترب من 3 ملايين مركبة تتجول في العاصمة بغداد في الآن الواحد، وهي ما تزال تستمر بعملية تطبيق بعض الخطط البديلة من أجل أن يكون هناك انسيابية عالية في حركة المركبات. لكن الزخم العالي وكذلك يعني قطع الطرق الحيوية والرئيسية في العاصمة بغداد أدى إلى هذه الزحامات والاختناقات المرورية. نعم، طيب بدر، يعني هل هناك انتشار للمتظاهرين لغاية هذه اللحظة في محيط المنطقة الخضراء؟ يعني أنا قبل دقائق قليلة كنت متواجد بقرب خيام المتظاهرين من جانب ساحة الحسنين، أي يعني نزولا من جسر الطابقين وباتجاه جسر المعلق. الخيام ما تزال مستمرة، توافد أعداد المتظاهرين ما يزال مستمر، أعداد بكثرة تقترب إلى الخيام من أجل استمرار بعملية التظاهر. هم رافضون لنتائج الانتخابات وكذلك لأداء المفوضية بحسب ما يدعون، وهذا ما جعل القوات الأمنية تزيد من عمليات الأطواق الأمنية وكذلك وجود المفارز وكذلك أيضا حتى عملية الانتشار الأمني لعناصر القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها من أجل حماية المتظاهرين وكذلك حتى حماية المنطقة الخضراء ومقتربات المنطقة الخضراء، يعني تحسبا لأي طارئ قد يحدث أو تماس بين المتظاهرين والقوات الأمنية. نعم بدر، يعني في سؤال أخير، هل من متوقع بأن يعني تزيد من حدة هذه التظاهرات خلال هذا اليوم، يعني مع استمرار رفض النتائج ووجود المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء وانتشار لقوات الأمن وخطط معدة، فما المتوقع بعد؟ يعني زميلتي كل الاحتمالات مفتوحة لغاية الآن. نعم. لا أحد قد يتكهن ب ما سيحدث في الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة. هذا الأمر لديه ارتباطات مع الجوانب السياسية وكذلك حتى
يعني الحركات والكيانات السياسية التي لديها ارتباط بهذه التظاهرات وكذلك الجماهير التي خرجت إلى الشارع، لكن بحسب المعطيات وبحسب مصادرنا تؤكد لنا بأن هذه يعني التظاهرات قد تستمر لأيام وقد لا تنتهي في هذا الأسبوع، يعني على أقل تقدير، لا سيما بعد نصب السرادقات والخيام يوم أمس أمام بوابة المعلق، وهم مصرون على أن يكون هناك تلبية لهذه المطالب من قبل المفوضية وإعادة عملية العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع مرة أخرى، وبالتالي هذا يؤشر بأن الاستمرار يعني استمرار التظاهرات قد يستمر إلى فترة أطول وقد تتعدى حتى الأسبوع الحالي إذا ما كان هناك حل سياسي وتوافق بين الأطراف السياسية التي قد هي قريبة من يعني القواعد الشعبية التي خرجت في التظاهرات وكذلك أيضا مع الأطراف السياسية الأخرى التي هي على الرأي النقيض من عملية العدوى والفرز اليدوي. نعم، مراسل التغيير في بغداد بدر الركاب، شكرا لك.